كله أهمية عليه عدم احترام إشارات المرور. شوف أنت بيدك ساعات معناها ناس اللي هم يعتبروا معناها دي بروفيسيونيل يعني مع احترامي للتاكسيستية واللواجات هذوكم ما هم اللي يقدموا في خدمة، تلقيه تاكسيست سمحني ويحرك في الفو خي معقول هذا انت هي زرواح معاك علاش معامل صدقني لا حشمة لا جعرة سمحني نقولها الكلمة ذي معناها يحرق الفو وبر عادة طريق جي بي نوف هذيك هكي طابت عليه النوادر في الفيسبوك معناها ثم سلوكيات مرة أخرى يلزمنا معناها صراحة يلزم كان هو سيد العميد نعم. خلينا نتفاعل معاك بخصوص هذه النقطة. إذا كان غاب الردع تشوف العجب بالعجب، شنو اللي يكلف أنه يصير كما العديد من الدول اعتماد المراقبة بالكاميرات؟ يعني علاش اليوم مستعملي الطريق اللي هم معنيين ونحكي على بعض مش الكل بطبيعة الحال بعض مستعملي وسائل النقل العمومي والخاص يرتكب مثل هذه الكوارث ويحرق بيدافع السرعة وبيدافع يحب يوصل لك اليوم في ساعة ماشي حجة هذه صحيح ماشي حجة رزق اللي كتبه لك ربي تاخذه طبعا لكن على الأقل وصل العباد في أمان وفي سلام صحيح اللي كاميرا شوف سي الحجلاوي راهو مسألة مسألة أخلاقية راهو خاطر قد ما تعمل دي كاميرا وقد ما تعمل خطايا ربما مستقبلا تجيه معناها في الدار الأختي ما اللي هو ما ارتدعش من أصله معناها يصعب معناها وراي ثم حملات ثم حملات أمنية في أوقات مختلفة وبيش تضعف والتعليمات معناها ماشي في الشيء هذا الكل معناها لردع المخالفين مهما كان شأنهم لكن زادة احنا علاش ما نمشوش معناها من طوعا يا أخوي عندك ضوء احترمه عندك علامة احترمها عندك سرعة احترمها وتو الناس كل تروح لبس صحيح وما نستنزفوش طاقة للناس اللي مثلا الحماية المدنية وغيرهم والقوات الأمنية وشرطة المرور وما إلى ذلك الحقيقة تصرفات اللي شهاب يظهر لي سيد العميد يصلح لي يظهر لي عدد الوفيات السنوية 1500 تقريبا في حدود الرقم هذا اللي هو رقم كبير وعنها رقم تحروب هذا يراه ماهوش حرب عنا على الطرقات رهاب على الطرقات قاعدين نشوفوا في سلوكات المتهورة اللي يقوموا بها بعض السائقين سواء المحترفين أو لغيرهم عدم الانتباه أيضا المجاوزة الممنوعة ساعات تصير عرفوا الأوتوروت ما تعرفش من يخرجك من يمين من اليسار معناه الواحد يبدأ خايف كما قال سيد العميد يبدأ يسوق معناه يقول إن شاء الله نوصل سلام معناه هذا رقم أرقام خطيرة وسلوكات متهورة خطيرة يلزم نوقفها بالردع بتثقيل وتغليظ العقوبات المالية خاطر المواطن كي تضربه في مكتوبه بالخطايا بأكثر يولي سامحوني في الكلمة بين ذفرين يتربى أكثر باش معاش يعودها المرة الجاية خاطر كلهم عندهم واخدين كود لاروت ويحفظوا قانون الطرقات لكن ما يطبقوش إذا كان احنا من 1 ماي ل 11 جوان معناها شهر و11 يوم يموتوا 71 واحد مش نورمال هذه مش نورمال باهي فما لوم شوية على الحماية المدنية في بعض المواضع يقول لك الاستجابة مش فورية يعني وقت اللي تصير الله لا يقدر كارثة سرعة الاستجابة ناقصة شوية ما يكونش حاضر في الوقت الحجلوي ولك الحق وللمستمعين الحق باش يحتجوا علينا لانه هذا معناها هذيك هي المواطنه صحيح ولكن راهو احنا رانا عندنا ظروف علاش نخرجوا مخر احنا ساعه ملي يتلقى الاعلام العون قاعه العمليات دوب ما ياخذ المعطيات ينزل على معناها انذار ما غير معي عندنا معناها تاريخ العمل وانه انذارات مختلفه تخرج بها يا سيارات الاسعاف يا شاحنه الاطفاء يا شاحنه النجب الطرقات ما يبقاش يعيط لهم يكونوا في ظرف ثواني معدودات في الباب الا ما تعطيل التعطيل اجا نشوفه مع بعضنا وماذا بينا كان تعملوها وتجوا معانا للوحدات نتاعنا اجا من الباب للمكان الحادث واجا وشوف وحكم التاريخ ما يخل احنا نبدو بالاضواء معناها الاضواء والمعناها والزماره ونفسك في الطريق ونفسك في الاولويه ويدخل فيك من تالي ويعرض لك واحنا مشكلتنا وهذيك التعليمات احنا راه نقول لهم لازمك توصل لباس زاد لازمك تحافظ على الوسيله الاداريه لانه هذيك
معناها مشرية بالمال العام. صح. إذا كان زاد هو إذا كان تتضرب له الكهرباء ولا سيارة إسعاف راه يتأخذ كله يولي هو مسكين بين الأمرين. وفعلا وهو اللي قدر عليه وعليك رو أي إنسان حتى أنت في حالة انتظار تمشي حتى الإدارة معينة في اجتماع الملي تقول لهم أبعثوا لي هك السيارة تبدأ تحس بالخلق والزمان يطول. فما بالك إذا كانت معناها اللي قدر حريق ولا جريح ولا كذا. دونك احنا واش نقولوا رجاء اذا سمعت معناها يا سيد سائق يا سيد مستعمل الطريق وراه مش كان السيارات برك لو هانوا اللي تروتينيت هذونا زادة والفيسبا واللي هي يجري في سرعه جنونيه. هنا مشكلة نتاع التهيئه الحقيقه مشكلة نتاع التهيئه عمرانيه. تعرفش علاش؟ لانه انا مرات نشوف انا من متسكنين اللي منيه لحي تضامن فمرات نشوف سياره اسعاف تتعدى من غادي نقول وقتاش باش توصل يعني تعرف المنطقه هذيك تشهد اكتظاظ رهيب جدا اكتظاظ وانتصاب ونقص لك التاريخ من بلاصه معناها. فكان من الاجدر وانه تخصيص ممرات خاصه للبلدان المتقدمه موجوده وما نسوهاش الممرات الخاصه سيارات الحمايه المدنيه سيارات الاسعاف انه باش توصل يعني ارواح عبيد في الميزان يعني ما بين حياه وموت اذا كان تاخر العمر بيد الله بطبيعه الحال ولكن الواحد يتحذر. هو سيد العميد يقول لك انا نبدا واخ وفوا ونمشي فيها ما يخرجكش ويدخلوا فينا من تالي قداش من مره يبدو يجروا معانا. صحيح مش معقول راهو سياره معناها نجده وسياره يجري معاك يقول لك انا نلقى ثنيه باش نتعدى ولا هذا معقول اخي انت تجري ولا صارت هاو ضربه هو فرام فجاه تدخل فيه انت من تالي يولي معناها اضرار اخرى. شوف زيد انا لو مكان المشرع البيتون هاك المترجل اللي يقص الطريق كما جاء نعاقبه طبعا لانه معظم الاسباب انت تبدا تسوق في السياره ورد بالك ويترمى عليك رميان معناها راهو بدون اعتبار الكبير ولا الصغير هذاك نعطوه معناها ديما الاولويه راهي للمترجل هذا. صحيح. اما خويا زاد شوي احترام خي الانسان وين يحك راسه سامحني يقص الطريق مو بعد زاد ترسيله هو يمشي للمستشفيات وعلاج مكلف ويتكلف الكل على معناها المجموعه الوطنيه وما الى ذلك. دونك شوف يلزمنا الراجع الواح به وضحت الصورة فيما يتعلق بنقطة الاستجابة بعدين باش نمشيو للحرائق الغابات ولكن خلينا نختم بنقطة متعلقة دائما بحوادث الطرقات الإمكانيات اللوجستية والتجهيزات المتوفرة للحماية المدنية كافية وأن تغطي مجمل الحوادث. سؤال ممتاز جدا. هو احنا رانا نحبوا نخدموا على نسبة التغطية تكون في معناه لي زالونتور في ظرف 10 دقائق توصل له لكن هذا راهو ماهوش في الحالات كل. شوف انت مقر المعتمديات معناها والبلديات يختلف مش كما في الاقليم تونس تجيك الحمايه من برشا بلايص كما تبدا في ولايه معناها داخليه. يلزمها انتشار معناها مضاعف. احنا عندنا مخطط انتشار قاعدين نخدموا عليه نحبوا نعملوا وحدات في كامل تراب الجمهوريه بطبيعه ثم اولويات ثم ديكريتير نخدموا عليهم ثم عدد السكان ثم عدد مثلا المؤسسات الصناعيه النشاط كذا نعطوهم الاولويه وماذا بينا احنا راهو معناها يكونوا قراب من المواطن ولكن زادة باش تعمل وحدة متاع حماية مدنية زادة مكلف ولكن الدولة ما تدخرش حتى مجهود معناها في سبيل المواطن. لأن شوف نعطيك أنا ثمن تقديري أقل شاحنة متاع حماية مدنية راهي على الأقل بنص مليار. أقل أمبيلونس هذيك 150 180 200 مليون. دونك أظن نحطهم أي مركز متاع حماية يلزم على الأقل في شاحنة إطفاء وسيارة معناها إسعاف. قريب مليار معناها. من الآخر ودون وأنه مقرر معناها في تداول في رخ تخدم معناها على مدار الساعة وما إلى ذلك. ولكن احنا رانا ساعين باش نشوفوا البلايس اللي وين ثم نقص ولا وين ثم معناها بعد مسافة وإذا ألزم نخلقوا فيها وحدات مدنية وعنا على مدار سنة مشاريع معناها في طور إنجاز وبنايات قاعدين نفتحوا فيها باش نحاولوا نحسنوا من التغطية ومن الاستجابة لطلبة النجدة. وبالله فما نقطة أنا نحب زادا نأكد عليها وأكيد شطرني رأي سيد العميد وأنه راهو منفذ الكوش راهو يعني هذه البلاغات الكاذبة اللي توصل واللي يعانيوا منها الحماية المدني يعني غريب يعني يعني هذه حاجه الانسان يفدلك به وهذا يدخل في اطار العبث وفي اطار نقص الوعي المواطني اللي كنا نحكيه فيه سيد العميد منذ قليل في علاقه باحترام اشارات المرور وما الى ذلك. زاد مش معقول اليوم مواطن ما عنده ما يعمل قالك يقلق الحماية المدني ويهز ويتحدث على بلاغ كذب تعانيه من البلاغات الكاذبه نعانيه ولون بليس دو سا ياخذ لك
الليني خط النجدة هما 4 و3 خطوط في كل وحدة، يشغلك خط ولا 2 ولا 3 هاك طالب النجدة الحقيقي يبدأ يطلب يقول كي جاني تليفون وكيبي صحيح. علاش على خاطر معناها سيك المواطن ولا كل المواطن قلق ما يلقى ما يعمل يطلب الحماية المدنية، وإحنا راهو نجمو نطلعوهم ونجمو نشكو بهم معناها نرفعوا أمرهم من العدالة، لأنه مش معقول لأنه الناس معناها تخدم ومجندة ومخلي عيالاتها كما أشرت في بداية حديثك ثم شكون يضحي بعائلته جملة ويبدأ بعيد عليهم لا لشيء باش يقدم خدمة هو واجبه مش هم زي ولكن زادة نحب زادة شكون يعاوننا في الشيء هذا أكيد. فصل الصيف ولا يخوف الحقيقة، وهذه ظاهرة يمكن 3 أو 4 سنوات ولت متفشية بشكل كبير، هي الحرائق اللي تتزامن مع الصيف. شفنا الله لا يعيده العام الصيف اللي فات يعني حرائق كبيرة في الغابات، اليوم السنة نشوفوا الحرائق في المحاصيل الزراعية، وإحنا نحكيه على صابة الحبوب حكيبنا في صابة الحبوب السنة، والانتظارات من أنه إن شاء الله يكون موسم واعد خير من العام اللي فات، ولكن طالما يكون اليوم خير من العام اللي فات وإحنا نحرق متوسط مساحات كبيرة مساحات كبيرة قاعدة تتحرق وما نعرفش ما هو يظل مش حتى تدخل متاع الحماية المدنية هل بفعل فعل أم عدم انتباه وأخطاء بشرية معناها في الواحد خاطر الفلاح كي تكون عنده قطعة أرض واخو عليها كريديات وفي باله باش يحيي بها وضعيته وساعات ما انتبهش وتتحرق. تو يحكي لنا السيد العميد على الحكايات هذو متاع المزاريع المزارع متاع المزارع الحبوب وكيفاش يصير فيها والغابات بصفة عامة وقداش ثم نسبة معناها الخطأ البشري ولا العمد في الإحراق. احنا نبدأ تغطيتنا للموسم الصيفي فيما يتعلق بحرائق الغابات والمزارع تقريبا معناها نبدو نرافقوا الموسم الحصاد. عندنا في مجمله نعمل مراكز موسمية ترافق مثلا في ولاية بن زرت وجندوبة والكيف وبن عروس، نعمل مقرات تقريبا 8 معناها وحدات تبدأ نسموها وحدات معناها متقدمة باش ترافقك الفلاحين ومن ثم معناها حصاد ونرافقهم لين يتم الموسم هذاك. وقبلها نمشوا نعملوا حلقات تحسيسية تبدا حتى بك السواق نتاع الالات الحاصده والفلاحين نوروهم كي تكمل على الاقل احرث الدوائر الارض نتاعك قسمها طروف باك الطرف اللي بينك وبين السكه ولا بينك وبين الغابات هو تحرث وتعطي الاولويه باش لا قدر الله معناها كان تشعل نار ثم الناس ثم الناس اللي ترمي عقاب السجائر من السيارات بالضبط فهمت يرمي ها ويصنفوا وهذيك تشعل لا فما شكون يبدا يلم في القمح في السبول يبدا يتكيم وفعلا والله اللي يغيظك وانه كليت النار معناها شكاير معناها نتاع شعير نتاع قمح. شوف انت الفلاح كيما شرته يبدا ماخذ عليها قرض ويعيش منها اولاده ومعناها هذيك مستقبل ومستقبل عائلته معناها تتحرق هكاك معناها باخطاء. دونك احنا الفلاحين نوصوهم نقول لهم ردوا بالكم والتعليمات اللي تعطات من سيد وزير الفلاحة وأنه رفع الصابة معناها أول بول الطايح مرفوع وحتى في الولاية بيدها يقول لك إذا كان بلاصة طاب فيها القمح أحسده مش لازم الولاية الكل تعطي ضربة بداية مع بعض مثلا شمال جندوبة مش كما جنوب الحذر قبل وفي ساعة إزر بحط الصابة في بلاصتها باش على الأقل نأمنوها لأنه مسألة أمن قومي. عندنا بعض الأرقام فيما يتعلق بالمحاصيل وبالمساحات بالهكتار قداش خسرنا لليوم إلى حد اليوم وربما إلى حد أمس عدد الحرائق المسجله في المحاصيل الزراعيه اللي هذه السنه 98 حريق انجر عنا احتراق 228 هكتار هذا في المحاصيل الزراعيه هاي. للاسف الاعشاب الجافه والحصايد هذه 211 حريق انجر عنهم 164 هكتار وعدد الغابات حرائق الغابات 6 حرائق تقريبا بمساحه 9 هكتارات. شوف راهو ثم مساله اخرى اللي هي ربما من الأسباب عندك المصبات البلدية العشوائية ولا المراقبة يجيك بارشة مناطق غابية تلقى بحذها مصبات والمصب يبدأ يشعل على مدار الساعة هي مولي تنسيل معناك شرارة باش تتعدى من المصب تتعدى للغابة تحرق. دونك زادة لهنا كثر الحشيش وزارة الفلاحة تجهيز عملوا مجهود زادة ولكن يبقى غير كافي. عملنا زيارات ميدانية ولقينا اللي الخلالات هذه ما زالت موجودة لأنه هو التلاحم متاع الغطاء النباتي من الحشيش للشجيرة للشجرة إذا كان تشعل معناها تشد
بعضها، وخاصة أن تونس ربي يرحمنا السنوات الأخرى هي سنوات جفاف، دونك العشيب معناها بكلها شيحة بطبيعتها تستنى أقل إتلسال باش تشعل. سيد العميد احنا تعبناك في الحديث، استراحة موسيقية قصيرة ونعود ونرجع لك.